وسط تعهدات من طرفي النزاع في السودان بتسهيل عمليات إجلاء الأجانب، دول كبرى تستعد للترحيل رعاياها. تطور لافت يأتي وسط هدنة ملتبسة. قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أبدى موافقته على تقديم المساعدة اللازمة بهذا الشأن بعد اتصالات دولية مكثفة. وبحسب بيان للجيش السوداني، فإن عملية الإجلاء ستشمل كل البعثات التي تطلب دولها ذلك، بينما أبدت قوات الدعم السريع في وقت سابق استعدادها لفتح الحركة الجوية في المطارات بشكل جزئي للغرض ذاته. مصادر سودانية أفادت بوصول عدد من السفراء الأجانب إلى مدينة بورت سودان بعد إجلائهم من الخرطوم، وسط معلومات عن عزم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين إجلاء دبلوماسييها ورعاياها بطائرات نقل عسكرية تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم. وفيما تتصاعد حدة الاشتباكات في الخرطوم، تعكف دول أخرى على التنسيق لضمان إجلاء رعاياها في أقرب وقت ممكن وبشكل آمن. وفي حسابات العملية تبرز تحديات عدة أمام تأمين إجلاء الرعايا الأجانب، فالاشتباكات تدور في محيط مواقع عدد من السفارات والمنظمات الدولية، في حين تأثر مطار الخرطوم بشكل بالغ بفعل الصراع على السيطرة. بالإضافة إلى ذلك، فالمجال الجوي ما يزال غير آمن. وعلى ما يبدو، فإن المنفذ الوحيد لمغادرة البلاد قد يكون مدينة بورت سودان التي تبعد عن العاصمة بأكثر من 800 كيلومتر، ويؤكد ضرورة تأمين الرحلة وفي مقدمة ذلك خروج المواكب من مدينة الخرطوم. وما تزال الدعوات الدولية قائمة للالتزام بهدنة عيد الفطر من أجل تمكين المدنيين من التقاط الأنفاس.